خالص ما تجيبش الملح. قصدي ما ينفعش ما تستصلح قوي لانها واطيه. لما نزلنا منتجات أورجانيك في 1977 طول الفترة دي كان درجة الوعي بتاع الناس عن المنتجات الأورجانيك قليل، لكن الجميل والمفاجأة إن هو درجة الوعي بتاع الشعب المصري والمنطقة كمان، لأن إحنا بنصدر للدول العربية اللي حوالينا، الوعي ده زاد جدا خلال العشر سنين اللي فاتت. وحسينا انه ان الانسان المصري بيدور على غذاء امن وصحي. أنا فعلا أفضل شراء المنتجات الأورجانيك عشان نسبة الأمان عالية فيها وخالية من المواد الكيماوية ومن الملونات والمواد الحافظة. بيكون أنا عندي أطفال، عندي أطفال صغيرين بتبقى مناسبة ليهم، مطمن عليهم وأنا بستعملها. بالنسبة فرق السعر بيكون بسيط، بس يعني في مقابل إن أنا ببقى مطمن على أولادي تبقى حاجة مش مشكلة فرق السعر. بفضل القطن الاورجانيك لانه قطن يعني اكيد يعني حاجه هيلسي اكتر للطفل، ولما تكون الملابس بتاعته برضو اورجانيك بتحافظ على الجسم ومش بتعمل حساسيه. برضو عجبني فكره اللعب الاورجانيك لان الاطفال الصغيرين ممكن يحطوا اي حاجه في بقهم، لو كانت لعبه بلاستيك ممكن تبقى مضره، فشايفه انها لما تبقى حاجه اورجانيك في بقهم انا مبقاش خايفه يعني. طب والله يا عمر لو بقول لك نظف الفرش معاك نظف يا شعراوي، انت ربيع دبل يا ابني كمل يا بعض يا فلفل ده يعني انا اعمل نفسي يعني ايوه شعراوي يا لا يا حبيبي ما تقفش كده ما تقفش كده. الكلام ده حقيقة، بس أغلب السلع اللي أنت بتقول عليها حضرتك اللي هي ما فيهاش مبيدات والكلام ده كله محدش بياكلها من الشعب ده، فيها اللي بيتصدر بره وفيها اللي هي الناس بتاكلها اللي هي الناس اللي بيقولوا عليها علو بمعنى أصح، لكن باقي الخضروات اللي بياكلها أي فرد من أفراد الشعب دي كلها مبيدات. إيه ما فيش حاجة اسمها أورجانيك ولا الكلام ده خالص، هو المحصول كله محصول واحد سوح، بس هو ما ينقبز التغليف ورقة الاسترتش والطبق والكلام ده كله بس.
لكن كل زرع واحد مستورد واحد وكل واحد وكل حاجه واحد. واحنا غصب عننا المفروض مش نص كيلو تمام والزبون ده حتى لو انا ممكن اروح اقصى حد ليها دلوقتي ده انا جايب